كان عايز يقعد ويطول معايا اكتر من كده، بس كان عندي يعني عندي سفر وعايزه اروح وكنت تعبان. حكاوي كتيره بتكشفها مذيعه شهيره عن علاقتها بالشيخ عبد الله رشدي، من اول ما طلب منها تلبس حجاب لحد حبه ليها وعلاقتهم اللي مش مفهومه. مش هنخلص بقى من قصه الشيخ عبد الله رشدي والمذيعه اسراء خطاب، كل يوم والتاني تطلع بفيديو شكل تتكلم عنه وعن اعجابه بيها، وده على حد كلامها. من فتره انتشرت ليهم صوره سوا طلعت وقالت عليها ده كان يوم اسود يوم ما قابلته، والنهارده طلعت تقول انها قابلته بمزاجها علشان يرتبوا الشغل سوا في رمضان، بس العلاقه اتقلبت لحب واعجاب منه ليها. كمان الموضوع في غيره وتفاصيل تانيه كتيره كشفت عنها اسراء خطاب من كام يوم مع الاعلاميه أميرة بدر على قناة الشمس، وفيها إن عبد الله رشدي طلب منها إنها تلبس الحجاب وتلتزم بيه لأن ما ينفعش حد يشوف شعرها من الناس، واللي فهمته هي إن ده إعجاب وحب منه ليها، وهي اللي كان كل غرضها من مقابلته الشغل فقط لا غير. الأخطر بقى في ده كله إنها لمحت لاحتمالية إن الشيخ عبد الله رشدي ممكن يكون كان بيبص على رجليها من تحت وهم قاعدين مع بعض في مول شهير. قالت نصا معرفش بيبص عليا ولا لا، بس هو قال لي مش مهم تلبسي من تحت، المهم تلبسي حجاب. كل ده بخلاف ان كان في مكالمات طويلة بينهم، واحدة منها عدت الساعتين وشوية وكانت لسبب تافه خالص على حد كلامها، لما قالت فضل يكلمني ساعتين وشوية علشان يقنعني ما روحش الساحل استجم واقعد في البيت، وعلى فكرة ده كان يدوب بعد اسبوعين فقط من رحيل زوجته واللي كان عامل على السوشيال ميديا انه بيحبها قوي. لحد هنا ونكون عرفنا من وجهة نظر الإعلامية إسراء خطاب إيه اللي كان بيدور في عقل الشيخ عبدالله رشدي وهو قاعد معاها وبيكلمها في التليفون بالساعات، بس معرفناش لحد دلوقتي إيه بالظبط كان سكة الكلام بينهم. اتضح ان سكة الكلام بينهم على حسب كلامها انه كان في اتصالات كتير بينهم الشهور اللي فاتت لاستفسارها منه على مواضيع دينية. الاتصالات دي كان في منها قبل رحيل زوجته باسابيع، وكان من ضمن الاستفسارات دي هي علاقة نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو بجورجينا وقت ما راح رونالدو للسعودية يلعب هناك، وطلع كلام ان رونالدو دخل جورجينا المملكة على انها ملك يمين، فهي سألته بقى هو في ملك يمين فعلا دلوقتي ولا ايه؟ اللافت بقى ان الاعلامية اسراء خطاب قالت في تصريحاتها مع اميرة بدر انها لما سمعت برحيل زوجة الشيخ عبدالله رشدي دخلت تكلمه على الواتساب كتير وتوجه ليه الدعم النفسي، وممكن يكون ده اللي خلاه يعجب بيها ويحبها. لحد هنا ونكون وصلنا لنهاية الفيديو، بس قبل ما اقفل هل انتم متفقين مع اللي قالته المذيعة اسراء خطاب ولا لا؟ هل ممكن يكون فعلا الشيخ عبدالله رشدي عمل معاها كده ولا ايه الحكاية؟ لان في ناس كتير بتقول انها بتقول كده علشان تطلع ترند. انتوا بقى اكتبولي في التعليقات وجهة نظركم ايه بالظبط.